وفي هذه الأثناء كشف النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي عن مضمون رسالة بعثها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بخصوص الكابينة الوزارية، وفيما تحدث عن بوادر لحل حالة الأزمة، رجح استكمال التشكيلة الحكومية في الجلستين الأولى والثانية من الفصل التشريعي المقبل. وقال الربيعي أن كابينة عبد المهدي ينبغي أن تستكمل وفق الشروط والضوابط التي في إثرها تم تكليفه بتشكيلها، معتقدا أن الطرف الآخر بتحالف الفتحة يسعون لحلها من خلال تقديم مرشح آخر لوزارة الداخلية.